نروح بقى لإطلالتنا الصباحية، ودايماً متعودين في صباح أون بنخرج كده بالكاميرا الخاصة بتاعتنا ونشوف مشاهد وصور حلوة من مصر. المرة دي هنبتدي معاكم من المنصورة الجميلة والرائعة، مدينة المنصورة اللي بيسموها كده المدينة الحالمة دايماً زي ما احنا شايفين على الهواء. دي مشاهد من مدينة المنصورة عاصمة محافظة القاهرة. واضح يا محمد بقى، بص تحس الشتاء، بص كده في الصورة تحس خلاص هيبدأ بقى الشبورة أو الضبايا، مش صحيح. شبورة في الشتاء تبقى ضباب شوية. طبعا مدينة المنصورة هي محافظة عاصمة محافظة الدقهلية، وهي موجودة على الضفة الشرقية لفرع دمياط بنهر النيل، والمنصورة الناحية دي وبتقابلها الناحية الثانية على طول طلخة. صحيح. على الفرع الثاني من بيفصل ما بينهم ناحيه كوبري كده تروحي طلخه. المنصوره طبعا من اجمل المدن المصريه اللي فيها ثراء كبير او ثراء تاريخي كمان. صحيح. وكمان اسماء كتيره جدا من المنصوره، اسماء مشاهير ومبدعين وكتاب. لو نفكر حضراتكم ام كلثوم من المنصوره، رياض الصنباطي كمان من المنصوره، الفرقه كلها يعني ناس طبعا ملحنين دي الجامعه بقى. احنا شايفين دلوقتي الجامعه بما انه عام دراسي جديد. لا وكمان يا محمد انت نسيت حاجه مهمه، يعني المنصوره معروف ان بناتها حلوين، يقول لك بناتها كنت لسه هقول كده لساني كلهم حلوين من المنصوره. صباح الفل على اهلنا في المنصوره، بنصبح على البنات الحلوه وجامعه المنصوره. بدات الدراسه، يعني لو نقول لكم شويه معلومات عنها، انه بدات الدراسه بكليه الطب بالمنصوره، ده كان عام 62، كانت كفرع لجامعه القاهره ساعتها، وكانت انشئت ساعتها تحت اسم جامعه شرق الدلتا. طبعا جامعه عريقه يعني، هي من الستينيات. طبعا في اسماء العلماء كبار جدا واسماء مصريه احنا بنفتخر بيها دايما. لما تيجي سيره المنصوره بيجي اسم العالم الكبير دكتور محمد غنيم طبعا. صح. التجربه الرائده اللي هو عاملها في مركز الكلى هناك. كمان عندنا اسماء كتيره زي ما قلنا لفنانين وكتاب من المنصوره. المنصوره زي ما بيقولوا كده يعني حالمه، مدينه حالمه كده، فيها نادي جزيره الورد. على ذكر الجمال المنصوره، تلاقي نادي جزيره الورد ده من اجمل الاماكن اللي موجوده في المنصوره. يعني كمان الجامعه تعتبر السادسه، يعني هي الجامعه السادسه على مستوى الجمهوريه من حيث انشائها، يعني من حيث تاريخ انشائها. سيبكم تشوفوا بقى المناظر دي من المنصوره.